نوريكم المشتريات ديالي اللي خديت. المهم اول حاجه غادي نوريكم خديت هذا الشابو المعتمد. شنو كيزا ولا معتمد عرفتي معتمد كان غير حماق على هادو وخديته ليه. بس شوف هذا كيكون اه ياك الله تقولي لنا كيفاش جاتي معتمد حبيبه ديالي. هاكا معتمد مروحه كنت حماق وانا كيف كنت محرك دواوية كامل كان باغي كاسكيطة ولكن هو نيت كان عاجبو هادو من العام اللي فات. وخديت خديت كابل ساجور وخديت خديت هاد البيجامات هادو هادي خديتها لسليطيمة ليطيمة ديال ديزني. كل صراحة ما كنتش خدينا بحال بحال كامل ولكن في الطلب غادي نجيب وانا خديت هادي ونمشي لماما حتى هي البيجامه ما بغاتش ماما هادي الآية مشكلات فني راه شي قطن البدر طبيب طبيب وخديت الفطار الآية هادي بحال بحال تقريبا مساء أي مساء باش يشوفوا كي جاتك هذيك مساء أي وتوريكم شنو أخر خديت خديت الكيسان في الوقت الثاني لا هذا ما يعطيك هذا ما شفتي هذه البيسه هذه هذا الشوط هذا يجي اخر ياك ايه يجي معك الشوط يجي بحال بحال اجي اي هنا يا وريهم اجي هنا اجي لبسها في مره اجي زوينه ومستوره مبرده ها انت غادي تخرجي بيها اه مربوسه يقول لها شكرا شكرا انا تستاهل صراحه معتمد لي معتمد اجيني مع شابو ما عنديش فلوس اخذ لي جوج يتقيد اليوم فهاد الصيف معتمد واه انا نقلب هذاك اللي كنضرب في الدار ما يكونوش في الصباح لا لا كيحب داك الولد في الصباح لا ميلانو كيحب في العشيه لا تعرفوا في الصباح من هادو وانا خديت ليا واحد اللبسه بنات واحد اللبسه كتحمق هذه ان شاء الله غادي نخليها حتى التخرج ديالي ان شاء الله في الحلاقه ان شاء الله لما ناخذ الدبلوم ديالي غادي نلبسها هذه الحزيه تاع واحد ديالي ديال 103 تقريبا كبيره هذا ما شحال كان غرام المهم ما عرفتش انا هي زوينه هاد الفرماجه اللي كيجي في البيتزا شوف ديال 10 درهم كبيره شوف قداش والبنات اللي غادي يقول لي لا دار ما تشرب حتى 2021 يعني عام حتى 2021
هذا خديتو صراحه ندمت ندمت ما خديتش شي ربعه ولا انا ما جايباش الفلوس. هذا خديتو ديال باش ندير لكم ان شاء الله نشوف معكم واحد الفيديو كيف كيدير في كي غادي نسيو مور نديرها ولا لا 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 نصايبو لا نصايبو حنا الماما خاصها تصبح انا نصايبو في البلاصه هذا ديال طاكوس ولا هذا انا كيعجبني بحال هكا نصايب فيه طاكوس. وصافي كيما وريتكم هذاك البلاطو وماما شرات هذا وانا عجبني صوراتو لي ديك المره اللي فيها شاشو ديال الطرز اللي فيه الطرز وانا عجبني قالت لي ماما لا بغيت نتبادل صافي خوتي هذا لا نحلنا ديالنا نشوفو عندك بحال هكا يلا لطينا زفني ولا تضحك سلطان صحه وراح. وهنا البنات عاد نبدا لكم فيديو جديد. صباح الخير صباح النور كي صبحتوا بخير. المهم هذا النهار اليوم التالي شاركت معكم هذا النهار هذا بما ان معتمد نهار الحد عطله ديالو فخرجتو شويه ديتو للحديقه او الجريده ديال الغابه. صراحه معتمد كتعجبو هاد الجريده ما عرفتش شنو عنده معها كتعجبو حيت فيها الالعاب وصراحه كندير شي بلاصه الالعاب كتعجبو هاد الجريده كنلقى الراحه النفسيه ديالو فهاد الجريده. ايوا جبتو وفرحه بالشابو ديالو. المهم دوزو معنا هاد النهار هذا وما تبخلوش عليا بلي لايك. يلا سيرم هيدا زخ سام هزة تصور غش جرى أنا لا تخافيش لا دابا وكان دير واحد السيرو قال لي راجلي ديري واحد السيرو دابا نصايبو لي درت فيه ربعة المعالق وكاس د الما قال لي خلي السيرو يطيب بغا يصايب شي كلاص ما عرفتش انا هاد لا كلاص ديالاش وكفي لا كريم قيش دابا دابا نشاركو معاكم. انا درت لي غير السيرو يطيب على ما يجي قال خصو يكون بارد وهنايا جاب لي الحوت مغسول غير غادي نشدو غادي ندير ليه شرموله هذا واش كيقولوا لي شنو يقولوا ساهل هذا الحوت هذا بالصرغه وهذا لوح لوح هما بالسيرو راه وصايبتو دابا غادي نشرب الحوت. المهم دار هنايا ياك ثلاثة الصفار البيض دار ثلاثة الصفار ديال البيض ما عرفتش انا هو اللي سمع هضره لاكلاص قالك بغا يدير ما عرفتش انا ماشي انا اللي غندير. المهم غتحتاجوا فيه هذ ثلاثة البيضات وغادي يزيد عليه لاكلاص كاكلاصي شحال باش يتجمع خاص يساعد ماشي هذا خاص التراب يطلع ياك وما قالوا التراب ولا غير تخلط كاد تخلط دير التراب ديالو شحال معلقة مو تيتجمع ويلا تيتجمع بلات بلات حبس حبس اللي تطلع البنات ها نتوما لاكلاص اللي باغي يدير راجلي قالك فيه ثلاثة ديال صفرة البيض وزاد معاهم تقريبا شي ربعة المعالق السكر. المهم كتبقاو تخدمو السكر تدريجيا حتى كي كتشوفو عقد ها هو كيما كتشوفو كيولي واحد الكريمة القوام ديالها شوية تقيل من بعد قالك لا لا كتزيدو دانون ياك دانون فالي يا واخا نسي نجبدو معلقة هاي كاينة
ايوا نشوفوا هاد لاكلاص ديال سعيد كي غيطلع. هذيك ربعة المعالق السكر سنيده وكاس صغير الماء ياك تدرنا حتى ولا سيرو مي ولا سيرو غادي نزيدو يزيد القشده القشده طالعه ديجا مطلعينها بالسكر هاهي ديجا مطلعه طلعه بالسكر تكون بارده في الثلاجه غادي يبقى يزيد بشويه بشويه ونخدمو بالباتر ايوا انا غبت على راه الغاي ومنين رجعت لقيته ولا شكون اللي علمك هاد لاكلاص سمعتها في الراديو سمعها قال لك في الراديو يا غبت هذه يومين يلا غبت شهر نلقاك ملاش شنو غطيب لي الطاسه هادي المهم كل واحد كيديرها في مول ولا انا غنديرها في هاد الطاسه هادي ونديرها في الفريكو ومي غتبرد ديك الساعه نوريكم الشكل النهائي وهذا هو الغديوه ديالنا السريع غادي شحال الساعه 5 قلتولوت دابا غادي نتغداو 5 قلتولوت غادي نتغداو اول مره كنديروها ياك اول مره عمرنا ما تغدينا في هاد البقيته المهم صايبنا هاد لاصوص راجلي اللي صايب هاد لاصوص زوين بنين كنت كديرو ياك كان كيديرو با محجوب الله يرحمه هذا كنديرو بالقرفه كيجي بنين تما راه كديرو ايوا وهذه بطاطا مشرمله ماشي مشرمله بالمعدنوس والبصله هذه كيحمق عليها سعيد ومعتمد والحوت اللي قليت وصافي والعصير جا العصير واعر شي مره غنشاركو معاكم هذا بالحامض وبالليمون والخوخ ولكن عصير واعر واعر ما دابا ان شاء الله جاي الصيف غنشارك معكم ان شاء الله العصائر يلا حبيبي دابا غنتغداو ونخليكم هنايا حطيت الكلاص اللي صايب سعيد صراحه كنت حاقره صدق واعر واعر مذاقو بحال شي كلاص غالي وهنا غادي نودعكم نقول لكم ما تبخلوش عليا بلاي لايك وشكرا على المتابعه